Upper Egypt. A great civilization extended on the banks of the River Nile. Life is very simple and calm. The total population increasing without any increasement in the education opportunities, health services, and job opportunities, which reflects clearly in the low living conditions in Upper Egypt. The problems of people with disabilities are increasing. They represent nearly 10% of the total population. They are suffering from poverty, unemployment, and a shortage in the services which are supporting them. معاكم بيشتغلوا في الجامعات العربية مش واخدين حقهم بالكامل وبيعانوا في مجتمعهم من التجاهل ما كانوش بيفكروا بشكل جماعي ومنظم كان كل واحد منا بيتوجه لطلب شخصي مفيش ولا فصل على مستوى الجمهورية خاص بتعليم الكبار للمكفوفين ما كنتش موجود الحقوق كلها رايحة lost rights and limited opportunities as a result of all of that. The project of supporting self-advocacy and equal opportunities for persons with disability in Upper Egypt, Sahwa, has been done. مشروع سحوة كان لي فكرة وفكرة جميلة إن هو أدى قرار للمشروع كله في إيد المعاقين. كان الهدف وبالذات لما دخلنا مشروع سحوة إن إحنا يكون لنا هدف جماعي مطلب يضمنا كلنا بحيث إن كلنا بنطالب بشكل منهج حقوقي. أكثر. مشروع صحوة عمل تغيير في حياة وفكر الأشخاص المعاقين نفس التأثير اللي عمله حرب أكتوبر من ناحية الفكر حرب أكتوبر غيرت مسار الحياة في مصر وغيرت الفكر ككل علينا احنا كمجتمع مصري بينا يعني في اتجاه لقوة صحة أسوان في مجال الإعاقة The project's work on supporting the local initiatives which support persons with disability to integrate and participate in public life. Let us see this unique experience which is starring by persons with disability. Life of persons with disability. Going very slowly. The difficulty of moving, beside inaccessibility of the local communities, represent one of the biggest barriers of participation and services accessibility. الطرق مثلا غير مصروفة غير ممهدة للإطلاق على للسريان الشخص الطبيعي. فما بالك بالشخص المعاق اللي هو بيعتمد على كرسي أو عكاز أو غيره. المعاق بيروح بيدخل مستشفى. أو بيدخل أي مكان طبعا فيه سلالم إزاي أنا أطلع سلالم أو ممكن في كرسي متحرك إزاي الكرسي المتحرك ده يطلع على سلم فلقينا أن أكتر مكان بيتردد فيه الأشخاص ذوي الإعاقة وهو محكمة أبو تيك عملنا إتاحة في هنا في محكمة أبو تيك الجزائية انتهى اللي حصل في المحكمة خلتني أنزل وأطلع بسهولة كونا كيان خاص من خلال إشهار جمعية الفجر الإعاقة والتنمية مجلس الإدارة فيها من كل أشخاص ذوي الإعاقة تعتبر جمعية دبليوز والجمعية وأعضاء الجمعية العمومية برضه أشخاص ذوي الإعاقة بعد مشاركتنا في مشروع صحوة كان لابد إن إحنا نضع نفسنا في الخطة المحلية للمحافظة إحنا أخذنا قرارات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة كان من ضمنهم قرار بفتح شباك خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في كل سجل مدني على مستوى المحافظة In the public transportation, they suffer more and more. لقينا ان الاتاحة منعدمة تماما داخل المحافظة. عملنا الاستراحات دي. احنا لقينا بعض الصعوبات اللي واجهتنا في تنفيذ الاستراحات دي. مضى حق وراء مطالب واحنا الحاجة دي بتاعتنا احنا فاحنا اللي بنطالب بيها. رحنا خبطنا على ابواب المسؤولين. في منهم اللي ساعدنا واللي ساندنا في الموضوع ده وفي منهم اللي بص للفكرة دي على انها حاجة غريبة بتحصل هنا في محافظة اسيوط. أو إن هي مش من حقك لكن إحنا في حاجات بتوثق الكلام بتاعنا زي الاتفاقية الدولية The darkness covered their lives and the hope filled full their hearts Life of people with visual disability goes on between education difficulties and moving limitations
اول فكره جت لنا العصايه البيضاء. انا بالنسبه لي كنت حاسس انه يعني حل قدر كبير من مشاكل المكفوفين هو انه يعتمد على نفسه في المشي، انه النهارده ما فيش فرصه عمل، لكن لو لقيتها هل هقدر اروح شغلي لوحدي وما فيش شغل هيقبضني وانا نايم في البيت، وفي نفس الوقت ما فيش حد هيتفرغ لي يوديني ويجيبني. يعني عملنا المبادره وعملنا فيها تدريبات، لانه اتضح انه العصايه البيضاء مش مجرد عصايه نمشي بيها، ده تدريبات في طلوع السلم، نزول السلم، المشي، تعديه الشارع. ولقينا ان المبادره مهمه، لكن قابلتنا فيها شويه صعوبات انه المجتمع لسه مش عارف عنها. حاولنا نعمل توعيه للمجتمع من خلال المبادره، بس ما نقدرش نقول احنا وصلنا احنا عاوزينه. لازم انا اكون بفرض نفسي على المجتمع، انا لو هستنى واحد يجي ياخدني من ايدي ويقول لي تعالى ده الناس حباك ومستنياك بعصايتك، ده مش هيحصل. يعني انا دايما بيلفت نظري الفئات المهمشه، زي ما كان مثلا النيجروز في امريكا ما استنوش حد يقول لهم لا انتوا هنديكم حقوقكم. فنفس الفكره، ما حدش بيجي لحد يقول له انت نايم في البيت هديك حقك، لكن ممكن زي ما حصل مع مشروع صحوه، احنا عندنا فكره ومعندهم ساعات يساعدونا فيها، لكن مش هم اللي جابوا الفكره. احب اقول لكل مكفوفين اقعد في البيت زي ما انت عاوز تقعد، عمر ما حد هيجي في البيت يقول لك تعالى اديك حقك. ان ما طلعناش من البيت واحنا بنفسنا بدانا ندور على حقنا مش هنلاقي. Advocating for the rights of persons with disability was one of the main interventions of Sahwa Project through conferences and workshops. لكي تحصل على عدوك، ونحن غير راغبين في احداث اي ضجيج، لكنني اؤكد لسيادتكم ولساده الحضور اننا راغبون وجادون في الحصول على حدودنا مهما كلفنا. يثبت انهم مشكل لا يجزا في المجتمع، لا بد ان يقوموا دورهم داخل المجتمع بدون التغيير، لان هذا جزء من حقوقهم وغير ذلك. Persons with disability succeed in opening a dialogue with the governmental and local authorities where they could display and present their problems, even activating different laws which support persons with disability rights. The culture, an important part of the human heritage. However, persons with disabilities are completely a long distance from the cultural heritage. In a new initiative, here in Noba Museum in Aswan, the situation has been changed. فتمكننا بالتعاون بيننا وبين إدارة المتحف النوبة في أسوان إن إحنا نوفر ترجمة كل المخطوطات والمنسقات اللي موجودة داخل متحف النوبة إلى لغة البرايل. انتهاء حضارة المجموعة الأولى. انتهت حضارة المجموعة الأولى والتي كانت قد بلغت ذروتها أبان عصر أسرة الأولى في مصر منذ 3100 إلى 2890 قبل الميلاد. قد حدث ذلك مع بدايات الألفية الثالثة قبل الميلاد. بالإضافة كده إن إحنا حاولنا إن إحنا نوفر ترجمة بلغة الإشارة لكل النسخات والأشياء اللي موجودة داخل المتحف. النوبة من المتاحف العالمية وانشئت في مدينة أسوان عشان تعرض كل ما يتعلق بتاريخ وحضارة وتراث النوبة. الدور الأرضي اللي إحنا بنوجد فيه حالياً By this way, Noba Museum has been the first integrated museum for persons with disabilities in Asia. Practicing the sports activities, one of the most fundamental rights for everyone. Also, persons with disability do not have this right in their local communities for the sport. This time, the situation totally changed. In Aswan,
a group of persons with disability is playing volleyball on a special carpet adapted with their disability. سنة في البيت، فطبعا مشروع صحوة كان ليه الفضل ان احنا هنا اتجمعنا في الصالة اللي هنا الصالة المغطاة وعملنا الملعب هنا للمعاقين. طبعا احساس سعيد لكل واحد بيثبت ذاته، بالذات لما الحياة بيكون بيحبها البني آدم. بس يا ريت، انا بقول كلمة لأولياء الأمور، يا ريت كل حد عنده معاق يطلع الأمور ما يخلوش مدفون. محمود بعد ما تخرج من مدرسة التربية الفكرية وخد سنة التأهيل حس بفراغ جامد. يوم ما عملوا موضوع مشاركة المعاقين في الصالة المغطاة ومواجهتهم لكافة الأنشطة، حس إن روح المعنوية ارتفعت. نحاول إن إحنا نقاوم علينا كده، نقاوم علينا، نحارب علينا، نخم علينا، يعني من الإعاقة إيه ولا من الإعاقة إيه، المهم إحنا كلنا بني آدمين. In Al-Juzaira village in Aswan, the experience is so exciting. For the first time, persons of all types of disabilities learn together at one of literacy classes. عملنا بالقضية وبقضية صحوة وشغل المعاقين، وفتحنا الباب في الجمعية العمومية لعدد أكبر من المعاقين، حتى أن نسبتهم بقت 60% تقريباً. وبينا جمعية دي بي أوز. وفي المرحلة الثانية قدمنا مبادرة عن حق التعليم، حق التعليم للمعاقين إن يبقى ليهم محو أمية، وقدرنا نعمل مبادرة إن نعمل عملية دمج بين المعاقين وغير المعاقين في فصول دمج. ترجمنا كتب محو الأمية بلغة برايل، وعملنا شرح إشارة عن طريق لغة الإشارة للصم والبكم، دمج معاقين ودمج غير معاقين وبفئات مختلفة من الإعاقة. وخدنا الجائزة الأولى عن عبارة عن كان محسن أو موضوعنا حلول غير تقليدية لمحو الأمية. The values of the group working, organizing and positive participation are drawing the most successful keys of the experience of persons with disabilities to get out of their isolation, demanding their needs and advocate for their rights. بتمنى لكل فرد معاق حياة أفضل، تكافؤ فرص لجميع التلاميذ المعاقين بصريا، كل كفيف عنده فرصة للاعتماد على نفسه في شغله وفي بيته وكل حياته. نحقق مجتمع دامج لكل أفراده، ومن أهم فئاته فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. إن الإتاحة تكون شاملة على مستوى المحافظة بأكملها. أنا بقول نفسي على طول مجلس الشعب تلت الأعضاء بتوعه من الأشخاص ذوي الإعاقة. والمعاقين كلهم بلهم قيم مستقل. حلمي إن يبقى لنا وضع في كل مكان ندخله. تكون شبكة واحدة على مستوى الصعيد. أتمنى إن الصحوة تستمر. Persons with disability were the real heroes of the waking up this time. But they are still looking forward for more and more.